تعالوا بقى نعمل القرص الطريه. 4 كوبايات دقيق، 1/4 كوباية زيت، 3 معالق كبار سكر، 2 معالق كبار خميرة فورية، مية للعجنة حسب ما تاخد، 1 كوباية لبن رايب، رشة ملح، شمر وكمون أو شمر وينسون أو حبة البركة، أي حاجة أنتوا حابينها، وسمسم. وعندي للحشوة عندي عجوة وينسون وقرفة وزبدة وشوية مية صغيرين. بص بقى هنعمل ايه يا استاذ عز. اول حاجه هنعملها الدقيق، هحط عليه رشه الملح. تعالى لي بقى يا استاذ عز، معلش الحته دي دقيقه شويه. بصوا رشه الملح قد ايه يا جماعه، اهو اهو اهو، بصوا رشه الملح قد ايه، وناعم ملح سفره عشان مش ملح طبيخ. او مع جايبه بقى الدقيق هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، دقيق معاه رشة الملح يا جماعة، معاهم خميرة فورية، تمام، عليهم الزيت، لو عايزين تحطوا شمر وينسون أو كمون جوه حطوا، أنا بحطه بره بس، تمام. وبعدين هقوم جايبة اللبن الرايب والسكر، هحط السكر هنا، هشغل العجان وانزل اللبن الرايب بالتدريج، بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب شوية مية وابتدي انزل بالتدريج لحد ما العجينة تقفل، يعني تبقى كورة، يعني تلم على نفسها. في الوقت ده هوقف السائل خالص، لمت بتعجن، هسيبها تتعجن قد ايه، 10 دقايق، ربع ساعة، بعد ال10 دقايق ربع ساعة دول هلفها في كيس بلاستيك، حطها في بولة واسيبها تخمر. بعد ما تخمر هيبقى شكلها ايه، اهو ده شكلها بعد ما تخمر. عايزه بقى اعمل لها حشوه عشان تبقى بالعجوه، اجيب كسرول على النار، احط فيه 1/4 كوبايه ميه، بسم الله، سخنه قوي فخلوا بالكم هيعمل ايه، قلبان. ربع كوبايه ميه سخنه، ينزل عليها الزبده، العجوة دي حشوة كمان تنفع للكحك، للناس اللي سألوا على حشوة الكحك، شوية سمسم، شوية شمر، ينسون، كمون، زي ما قلت لكم حبة البركة، وابتدي ادخل الكلام ده كله في بعضه على النار. انا خلاص كنت بعدها بس عشان كانت سخنة قوي، دلوقتي بقى هطلع بيها ايه، ارجع بيها تاني على النار، يعني مش فاهم انت، مش عجوه، ميه سخنه، زبده، قرفه، شمر وينسون، وابتدي اعجن العجوه دي، وبعدين اسيبها تبرد، وبعدين اشكلها، وارفع العجوه من على النار. ساحت، اختلطت بالزبده والميه، اسيبها تبرد، وبعدين ابتدي اشكلها عشان ابتدي احشي. اجيب بقى صاج عشان الايه، القرص. اطفي بقى النار عشان ما تطلعش علينا سهط، وابتدي اجيب القرص دي وابتدي اشكلها الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا باخد كده الحجم اللي انا عايزاه وابتدي اقفل من تحت بعد ما خمرت، اقفل كده من تحت واشكل، وبعدين اخد الزبده ادهن على الوش، وبعدين احط اللي انا عايزه احطه بقى،
فلنفترض انه سمسم واكمل الصاج على كده اهو. دي اللي عملناها بحشوة العجوة بعد ما بردت وشكلناها، ودي اللي عملناها سادة وحطينا عليها الشمر واليانسون. تقدروا تحطوا جوه شمر ويانسون، تحطوا كمون، تحطوا سمسم، تحطوا حبة البركة جوه العجينة لو عايزين، زي برضو اللي بنجيبها من الفرن ساعات كده تبقى جواها شمر ويانسون مش بس على الوش. طيب دي بقى هتخش على درجة حرارة عالية مش متوسطة، اللي هي كام؟ اللي هي مثلا 200-220 حسب فرنك. هتقعد قد ايه؟ هتقعد 10 دقايق. هتطلع تتغطى،